هنتكلم عن لو احنا متجوزين وفي طرف ثالث، يعني مثلا الراجل ليه صديقة او الست ليها صديق وبيفضفضوا، هل ده صح ولا لا؟ ده موضوع. والموضوع التاني هو لو اتنين متجوزين والاهل اتدخلوا، سواء قبل بقى الجواز بعد الجواز، الكلام ده مقبول ولا لا؟ وهل ليه ليميتس او حدود معينه ولا لا؟ احنا معانا النهارده الدكتوره نانسي ماهر، استشاري نفسي واسري. اهلا بيكي. اهلا بيكي، منوراني. ده نورك حبيبتي. حبيبتي قولي لنا بقى. ايوه موضوع كبير. اه بصي، هو لو هناخد الاول الجزء بتاع الصداقه، احنا لازم نفهم الاول يعني ايه صداقه. يعني لما بنيجي في اي كوتشنج برنامج كوتشنج بنتعامل مع الناس، نقول له انت ترتيب الناس كصداقه بالنسبه لك ايه؟ فبنشبهها بالدوائر. ففي دايره اللي هي بتاعه البست فريند اللي هو الانتيم، ودايره ثانيه اللي هي الكلوز فريند، الصديق المقرب بس ما وصلش للانتيم قوي. وفي دايره ثانيه اللي هم الفان فريندز اللي هم بتوع الخروج والشله والكلام ده. وفي دايره بتاعه الزماله. تمام؟ تمام. فكل انسان لوحده لازم يبقى عارف حدود الدوائر بتاع كل منطقه من دول لنفسه قبل ما يخش في علاقه. وقت الجواز في ناس كتير بتبقى مش عارفه هو انا المفروض اتخلى عن ايه، اخد ايه واسيب ايه. فبيبقى مهم انه الاتنين يقعدوا مع بعض يتفقوا هم عاوزين الصداقه دي تمشي ازاي. يعني فكره ان انا يكون عندي صديق، الصديق ده حدوده ايه؟ لما كنت لوحدي كنت انا بتعامل مع الصديق ده بطريقه معينه، باريحيه معينه كده. بعد الجواز بقى في حد معايا، فبقى الاصل اللي معايا مش الاصل الصديق. يعني صح. الاصل اللي انا منتمي ليه. والانتماء ده معناه ان بعمل كيان، كيان البيت او كيان الاسره. فلو هاخد صديق، الصديق ده لازم يبقى له حدود. كل فرد لوحده مع نفسه لازم يبقى فاهم هو هيرسم حدود ازاي لاصدقائه بالنسبه لجوازه. وبعد كده الاثنين لما يتجوزوا يقعدوا مع بعض، او قبل الجواز يفضل يعني يقعدوا مع بعض يشوفوا حدود الصداقه بالنسبه للجواز. بس اعتقد ان قبل الجواز والاتفاق قبل الجواز برضه بيتغير بعد الجواز. بنسبة يعني كبيرة. ممكن جدا الراجل يقول لا انا دي صديقه عمري وانتمتي طفولتي ومن زمان، والست توافق تقول له تمام خلاص ويخرجوا مع بعض وتبقى عارفين. بعد الجواز تقول له لا انا مش حابه ان انت، والعكس صحيح، تبقى الست برضو بتقول له ده انتيمي او ده صديقي او مش عارفه ايه، ويوافق وبعد الجواز يقول لا ما تكلميش حد. هو حته يوافق وبعد الجواز يغير، دي اصعب وضع فيهم. ليه؟ لان انت وانت بتوافق بتبقى مرايه الحب عاميه والفراشات بتطير، فانت بتوافق وانت مش فاهم انت بتوافق على ايه. عشان كده يقولوا لما تيجي توافق على حاجه ما توافقش وانت مبسوط قوي، او ما تعترضش وانت متضايق قوي. خد الموضوع بالراحه. او ما توافقش وانت بتحب قوي، او ما توافقش وانت بتحب قوي، خصوصا في الاول يعني. ففكره ان انت توافق لازم تبقى فاهم وانت بتوافق انت بتوافق على ايه. انت بتوافق على علاقه قويه، اصل الصداقه دي وخصوصا انتيمي دي، عارفه اللي هو اكلين نايمين شاربين خارجين مسافرين العيلتين الكلام ده كله. ففي ذكريات كتير جدا، في نقط بيسموها نقاط تواصل وحميميه كتير. وحميميه مش معناها حاجه وحش، مش معناها العلاقه الجسديه، لا، حميميه يعني في علاقه بينهم، في ذكريات بينهم، في فهم بينهم، في لغه تواصل، لان هم شبه متربيين مع بعض. في ناس كتير بتاخد التربيه مع بعض دي ان هم اخوات، حلوه جدا، بس تضمن منين بقى ان الاخوه دي تستمر؟ انت عشان كده قلت في الاول لازم كل واحد لوحده الاول. تضمن منين ان انت ما تجيش في لحظه تحن، ما تجيش في لحظه تحب، ما تجيش في لحظه تقارن، لان الثلاث حاجات دول بيودوا في داهيه. لان انت تيجي في لحظه مثلا تلاقي، يعني اذا هي غلط، هي غلط بسبب خطورتها. تمام؟ لكن احنا مش هنقول قواعد عامه، لان كل كيس غير الثانيه، كل حاله غير الثانيه. اول شرط ان يكون الاثنين متفقين، ومتفقين دي قبل وبعد الجواز. هو غير رايه. تمام؟ طيب غير رايه بناء على ايه؟ ممكن يكون غار، ممكن يكون حس ان هو بيتقارن بالبست فريند بتاعها، صديقها الانتيم ده. تيجي في يوم مثلا في خناقه تقول له ايه؟ انت عمرك ما فهمتني. اول حد هيجي في باله ان هو فهمها مين؟ الصديق. انت عمرك ما قعدت اتكلمت معايا، اول حد مين؟ الصديق. فبقى في غيره، بقى في مقارنه، بقى في عدم رضا. لو الست او الراجل حسوا ان هما بيقارنوا شريك حياتهم بالصديق، دي نقطة خطورة، لازم يبقى في جرس كده، مش جرس، هو في شاكوش كده لازم يخبط في الدماغ، خلي بالك احنا بنضيع. صح، لان هو عامة الصديق يعني مش في حتة اللي هو الحياة اليومية الروتينية اللي فيها مسؤولية، اللي فيها مشاكل بشكل يومي وكل شوية، لا، هو صديق حد بعيد، فبيبقى في وقت التسلية، وقت الفرحة، وقت الخروج، وقت اللي مش عارفة ايه، فبيبقى اكتر يعني واخد الفون بارت، واخد الوش الحلو.
لكن لو احنا قاعدين في الشغل مثلا، قاعدين مع بعض في وش بعض 10 ساعات، بنهزر بنضحك بنتخانق. وعلى فكره لو احنا في الشغل مثلا واجهتنا مشكله وحلناها مع بعض، دي حاجه من الحاجات اللي بتقرب الناس من بعض، انك يكون في تحدي. ده احنا في الجواز بيقولوا انه من ضمن الحاجات اللي بتقرب المتجوزين من بعض التحديات اللي بيعدوها سوا. كل ما بيعدوا تحدي ده بيقرب المسافات، فما بالك بقى بحد في الشغل مثلا مشاكل متواصل، خناقات متواصل. عشان كده في مثلا قصص خيانه كانت يقول لك ايه، انا كنت طول الوقت بتخانق معاها في الشغل، ما اعرفش امتى حسيت ان انا معجب بيها. هي مشكله مش في كده، مشكله ان حتى الخيانه سوري حتى الخناقه علاقه، حتى الـ الاحتكاكات اليوميه علاقه، الذكريات، الاحتفالات، الاكل، الشرب، قاعدين مع بعض، كل الحاجات دي بتسحب حاجات منك وانت مش حاسس. مين الفيصل؟ حضرتك. مين الفيصل؟ ضميرك. الضمير لما يبدا يحس ان انا بنجذب بشكل ما للي قدامي، بنجذب مثلا لشكلها، بقارن بينها وبين مراتي، مراتي مثلا مخلفه وكده ولسه ما رجعتش للفورمه بتاعتها فابدا اقارن. او مثلا بدا رغم انه مثلا في راجل يقول لمراته قبل الجواز انا مش عايزه تشتغلي، فتقرر وتوافق هي وتقعد في البيت، لكن ينجذب للي تشتغل. بعد الجواز بقى تعجبه موديل الست اللي او بقى لما يجي له مثلا حد في الشغل قويه يقول لها انت ليه ما بتشتغليش، فالست تبقى هتتجنن، وانت عايزني اشتغل ولا مش عايزني اشتغل، يعني ما ترسى على بر. او العكس، هي مثلا تكون معجبه بجوزها مثلا ان هو هادي، او مش مثلا مش اجتماعي قوي، ده كان عاجبها، فوجئت في الشغل مثلا بحد بيضحك وبيروح وبيجي، فتيجي تقول له احنا ليه مش بنخرج، يا ستي ايه اللي جرالك، ما انت كنت طول الوقت حابه ان احنا قاعدين في البيت. التغيرات والمقارنات والقلق وعدم الرضا ده مؤشرات خطيره لفكره هو احنا ايه اللي بيحصل في حياتنا او ايه اللي بيحصل في دماغنا.